هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده احنا في محل اسمه كاسكو، وكاسكو بيبيع بالجمله، فهنوريكم. احنا لسه مشتركين امبارح، والنهارده بقى اول يوم يعني نيجي ونشتري الحاجه. اول لازم تشتركوا وتعملوا كارت وتدفعوا وحاجات زي كده، عشان هو بيبيع يعتبر حاجات للمطاعم او للبيزنس بالجمله. ايوه، انا قلت لها محل جمله، قلت لهم السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير. يعني لسه لك انت زي شايفه عامله بخار في وشك. فهنوريكم بقى حتت من المحل. طبعا هنا هاب كان لوك لايك ذس، هنوريكم حته صغيره على قد الفيديو، وبعدين لما نيجي في وقت ثاني نبقى نكمل. عشان جبنا ده، بس اسكتوا، محدش يعرف ان احنا بنوريكم، محدش يتكلم. ليلى جابت ده، وهنخش بقى على اللحوم، على الاسماك. ياس ليلى، هو okay. ده دعاء، هو بيبقى من اشهر حتت رقيقه. دوت اسمه سموكت سامن، عشان مش دعاء بس بتتفرج، في ناس كتير بتتفرج عندك. دوت سلمو متدخن، وبيبيعوه في اللي هما الاثنين سوا، اثنين سوا ب $20، او اللي هي الواحده اللي هي تبقى واحده زي دي كده لوحدها ب $10، فهو نفس السعر يعني، واحده زي الاثنين، مش تخفيض يعني. دي شركة كوسكو كيركلاند، ديت شركة كوسكو، اي حاجة شركة كيركلاند تبقى شركة كوسكو. ودوت معمول من شركة ايه؟ دوت فوبن، ده من اليونان. ومفتوح؟ لا، ما هو بيتفتح عادي، هو ما بيبقاش ملزوق. ما فين التاريخ اللي انت شفتيه؟ اهو فوق على الستيكر هنا، اوجست 17 زي ما هو. وفي مطعم هنا بيبيع بيتزا، وبيبيع ايس كريم وسندوتشات وسلطات، حاجات كتير يعني، هوريه لكم. هو بيبقى قدام عند الكاشير، والحته اللي في النص دي كلها بتبقى هدوم اطفال ورجاله ستات، كل حاجه يعني. وفي برضو جزم، وهم حطوا هدوم هالوين اللي هو الفستان اللي ليلى جابته دوت، ففي شويه حاجات هالوين. هتقولي هاي؟ لا ماشي، مش مهم تقولي هاي. هنا قسم السلطه، سلطات كتير. ده سامن بالعسل، هاني سموكت سامن، ده الباوند بتاعه ب 14. ده برضو اهو سموكت سامن، بس ده اصغر، ده 8 اونس في 2 ب 20، برضو شركه اسمه ايه دوت كوسكو. ده كراب، كراب دي بتبقى كابوريا صح؟ كابوريا؟ مش عارف، لا مش كابوريا. ويل هاوب اسمها ايه؟ الكراب كابوريا، ايوه كراب كابوريا. عاملينها ب $32، ديت عاملينها زي التونه كده مفتفتينها ومقطعينها جاهزه. هنا كده احنا وصلنا عند قسم اللحمه، في لحمه، مش لحمه، فراخ، الفرخه الكامله المشويه اهي، حطيناها في الثلاجه اللي بتخليها سخنه، وبيعملوها فريش يعني قدامكم على طول، بتلاقيهم طالعين. وهنا بقى اللحوم، هنا خنزير فاحنا مالناش دعوه بدوت. هوريكوا بقى اللحمه، هنا اهو اول اللحمه، في انواع بقى كتير، وديت اللي هي متقطعه زي الكباب حله اهي، كل واحده ليها سعرها. وديت الستيك، في بقى ستيك بيبقى عريض، وفي هون مربى زي دوت، في حتت رفيعه زي بتاعه البوفتيك هي ديت، ده شكله برضو اهو زي البوفتيك، حتت صغيره قوي رفيعه، دول الستيك العادي. يبقى في لحمه مفرومه كمان، هوريكم اللحمه المفرومه. هنا اللحمه المفرومه اهي، في برضو منها انواع، ديت اللي هي الاورجانيك حتينا هنا اهو، وفي اللحمه المفرومه العاديه هناك، بس في ناس قدامها هني فمش عارف اوريها لكم، بس هي دي اهي. اطباق احجام كبيره عشان خاطر هنا بالجمله، مش هتلاقوا مثلا باوند او اتنين، لا هتلاقوها 4 أو 5 باوند. الفراخ، الصدور من غير البنيه يعني، من غير عظم ودهن. برضو بصوا الحته كلها على بعض كده، 3 قدام و3 ورا، فديت تعمل لها كام باوند؟ حوالي 10 انا ما اعتقد. خلينا نشوف 10 باوند فعلا اهي، 10 الباوند ب $2.90. وفي بقى انواع كتير من الفراخ، في فرخه كامله، في الجناح، في الرمانه، في الوراك، وفي تركي اسمها ايه مفروم، برضو بيبقى حجم كبير زي انتم شايفين. وهنا بقى في الفاكهه والحلويات، العيش، الحاجات دي كلها. دي الفاكهه من غير التلاجة، وفي بقى فاكهه بتبقى جوه في التلاجة. من غير التلاجة زي مثلا ايه هو، انا مش عارفه تقولي ايه، ديت المانجا اهي اورجانيك،
وفي بقى جوه في التلاجة الفاكهة أو السلطة اللي محتاجة تبقى في التلاجة زي الفراولة، التوت، كل أنواع التوت وكده. في البطيخة ب$5 أهي هنا، فهم والموزة أهو هناك برضو، في أورجانيك ومش أورجانيك، وفي البطيخ اللي هو الصغير دوت بيتباع، وفي بقى عصاير أهو، عصير ليلى. تعالى نشوف عصير ليلى، عايزين نجيب عصير ليلى عشان أنا عايز أجيب من هنا. استنى طيب، بس في العصاير هي في الازايز زي دي، بتبقى كرتونه كامله مشكله في الانواع ديت، اهي فيها 3 انواع. وفي بقى العصاير ديت اللي هي الاكياس، وفي بقى اللي هي العلب زي ديت كده، يبقوا 2 وفي منهم يبقوا 3 سوا، فكل واحد على حسب يعني نوع العصير. وفي زي دوت المانجا الكبير دوت واحد بس. دي التلاجة انا بقول لكم عليها، اللي بتبقى فيها بقى زي الخضار والفاكهه المتلج او مش متلج بس المحتاج تلاجة. في كمان بيبقى جوه خيار وفلفل وحاجات زي كده، ندخلكوا جوه دلوقتي افرجكوا عليها. بس هي بتبقى ساعة جدا، فلو ابدا حاسين انكم حرانين ومحتاجين تسقعوا خشوا جوه هنا، هتلاقي نفسكم سقعتوا وجريتوا على طول. في هنا اهو ده السلطة اول ما تخشوا، وفي التوت برضو، وفي كريز توت وكريز، بيبقى في خس، ده الخس اهو هنا اهو، والعنب، في عنب هنا، يعني كل الحاجات اللي محتاجه تلاجة. ودوت الزوكيني اسمه ايه بالعربي، بنسى اسمه، كل انواع الخضار يعني والحاجه اللي محتاجه تلاجات هنا. في دوت طاريت، ده الخرشوف، في المشروم يعني كل حاجه، ذره، البروكلي، وهي الفراوله هنا اهو، والتوت. انا بحب التوت جدا، بتاعهم بتحسوا انه مسكر اكتر عن بقيه التوت، يعني ما بيبقاش نفس الطعم زي ما تشوفه من محل تاني، بيبقى احلى، مش عارفه ليه بحس كده. عندهم عصير الدراجون فروت اللي هي الفاكهه ديت اللي محمد كان عاوزها لما روحنا شوبينج لمدرسه ليلى، لو تفتكروها. محمد عايز يجربها عشان هو بيحبها جدا. محمد اساسا ما لقاهاش، في احنا 3 فروع ما لقيناهاش، لقيناها بس متلج فجبناها متلج في الاخر. ايوه كان بنضيع البنزين فعلا، بنزين الغالي دلوقتي. ومفاجأة، احنا مش محتاجين نلبس الماسكوات، بس امي بتحب تلبس الماسك فهتشوفونا من غير ماسكوات عادي. نو مش عازم. العصير في مانجا، لا مش مانجا، اسمه ايه، برتقان، و يا وعنب. You don't wash your hands. و اخر حاجة بقى هنا في نفس القسم ده، يعني احنا كلنا في قسم واحد. اوكي، اللي هو الخضار، حلويات بقى ديت المافنز، انواع كتير. تاخدوا اي كرتونتين يعني 6 و6، 12 ب $8. في منها ناول الاثنين مكتوب تختاري اي 2، الاثنين ب 8. ديت معموله بايه؟ دي بالكوفي، القهوه دي، بالتوت، في بالشوكولاته، في الساده، وبيبقى في بقى بسكويتات وحاجات الناحيه دي. فهو كله قسم واحد، دوت الخضار والعصير، هنا الحلويات او العيش واللحوم الناحيه ديت. فاتمنى ان يكون الفيديو لو عجبكم تنسوا تشتركوا في القناه، وعايزه اي حاجه تقوليها ده معنا هلا، فنشوفكم الفيديو الجاي، باي.